في هذا العرض سنتعلم كيف نجعل المقام نسبيا، كيفية جعل المقام عددا نسبي. ماذا أعني بذلك؟ دعونا نفترض أن لدينا كسر مقامه غير نسبي، وأبسط كسر سأفكر به هو 1 على الجذر التربيعي لـ2. ولجعل هذا المقام نسبيا علينا أن نعيد تمثيل هذا العدد بطريقة ما، بحيث لا يحتوي المقام على عدد غير نسبي. وأول سؤال يمكن أن تسأله هو: لما علينا أن نهتم لهذا الأمر؟ لماذا يجب أن نجعل المقامات نسبية؟ فليس من المفترض أن نقوم بهذا، لكن أعتقد أن السبب لأن هذا موجود في العديد من دروس الجبر، ولماذا يطلبه بعض الأساتذة منكم؟ لأنه يخرج الأعداد بصورتها الشائعة. وأعتقد أيضا أنه قيل لي أنه قبل اختراع الآلة الحاسبة اكتشف الناس أنه من الأسهل أن يكون لدينا عدد نسبي في المقام، ولا أعلم إن كان هذا صحيحا أم لا. والسبب الآخر هو الناحية الجمالية، فبعض الناس لا يحبون رؤية 1 على الجذر التربيعي لـ2، لا أعلم أيضا. وكما تعلمون، إذا كنت أريد معرفة حجم الفطيرة فعلي أن أجعل المقام عدد نسبي، لذلك دعونا نتعلم كيفية جعل المقام نسبيا. إذا الطريقة البسيطة، إذا كان لدينا عدد بسيط وغير نسبي في المقام كهذا، فيمكنك أن تضرب البسط والمقام بهذا العدد غير النسبي مقسوما على العدد غير النسبي. الآن كما هو واضح أن هذا 1، أي عددا مقسوما على عدد، أو أي عدد مقسوما على نفسه، سيكون الناتج 1. ففي الواقع نحن لا نغير العدد، لكن نغير كيفية تمثيله. إذا كم يساوي هذا؟ البسط سيكون 1 ضرب الجذر التربيعي لـ2، ويساوي الجذر التربيعي لـ2، والمقام سيكون الجذر التربيعي لـ2 ضرب الجذر التربيعي لـ2. حسناً، الجذر التربيعي لـ2 ضرب الجذر التربيعي لـ2 يساوي 2، هذا يساوي 2، وحسب التعريف مربع هذا يساوي 2، وقد قمنا بتربيعه، أي ضربنا بنفسه، وكان الناتج 2. وبهذا قمنا بجعل المقام نسبيا. لم نتخلص بعد من رمز الجذر، لكننا وضعناه في البسط، والآن لدينا في المقام عدد نسبي، عدد نسبي. ويمكنك أن تقول لدي الآن الجذر التربيعي لنصفين، وهذا بسيط، وربما يعد مبررا حتى تجعل المقام نسبيا. دعونا نقوم بحل المزيد من الأمثلة. لنفترض أن لدي 7 على الجذر التربيعي لـ15، وأول شيء سأقوم بفعله هو تبسيط رمز الجذر هذا. لنرى الجذر التربيعي لـ15، 15 عبارة عن 3 ضرب 5، ولا شيء هنا يعد مربعا كاملا. إذا هذه هي أبسط صورة يمكن الحصول عليها، وكما فعلنا هنا دعونا نضرب بالجذر التربيعي لـ15 على الجذر التربيعي لـ15، وهذا سيساوي 7 ضرب الجذر التربيعي لـ15. أنا أقوم فقط بضرب البسط مقسوما على الجذر التربيعي لـ15 ضرب الجذر التربيعي لـ15، ويساوي 15. مرة أخرى حصلنا على عدد نسبي في المقام. الآن هذا عدد نسبي، وحصلنا على عدد جذري في البسط، أو بكلمات أخرى قد حصلنا على عدد غير نسبي في البسط. لم أقم بتغيير العدد، بل قمت بتغيير تمثيله. الآن لننتقل إلى مستوى أعلى. ماذا سيحدث إذا قلت أن لدينا 12 على 2 ناقص الجذر التربيعي لـ5؟ إذن في هذه الحالة لدينا معادلة ذات حدين في المقام، وتحتوي هذه المعادلة على عدد غير نسبي، فلا يمكن اتباع تلك الخدعة هنا. فإذا ضربت بالجذر التربيعي لـ5 مقسوما على الجذر التربيعي لـ5، سأحصل على عدد غير نسبي في المقام. دعوني أريكم هذا كي أثبت لكم أن هذا لا ينطبق هنا. إذا ضربت هذا الجذر التربيعي لـ5 على الجذر التربيعي لـ5، فسيصبح البسط 12 ضرب الجذر التربيعي لـ5، ويكون علينا أن نوزع المقام، فيصبح 2 ضرب الجذر التربيعي لـ5 ناقص الجذر التربيعي لـ5 ضرب الجذر التربيعي لـ5 يساوي 5.
5، فكما ترى في هذه الحالة لم تساعدنا الطريقة التي اتبعناها، لأن الجذر التربيعي لخمسة رغم أن هذا الجزء يعد نسبيا أي 5، إلا أن هذا الجزء أصبح غير نسبي أي 2 ضرب الجذر التربيعي لخمسة. إذن هذا ما لا يجب فعله في حال كان لديك معادلة ذات حدين تحتوي على عدد غير نسبي في المقام، وما يجب فعله هو استخدام مهاراتنا في اختلاف المربعات. سأتجه للكتابة هنا في هذا الجانب. لقد تعلمنا منذ وقت طويل أنه إذا كان لدينا 2 ناقص الجذر التربيعي لخمسة وضربناه ب2 زائد الجذر التربيعي لخمسة إلى ماذا سيقودنا هذا؟ وربما ستتذكر الآن، وإذا لم تدرك هذا بسرعة، فإن لهذا نفس نمط A ناقص B ضرب A زائد B، A ناقص B ضرب A زائد B، وكما رأينا في عدد من الدروس السابقة، هذا يساوي A تربيع ناقص B تربيع، وهذه مراجعة بسيطة، A ضرب A تعني A تربيع، A ضرب B تعني A B، ناقص B ضرب A تعني ناقص AB، ثم ناقص B ضرب B تساوي ناقص B تربيع. نحذف هذا ويبقى لدينا A تربيع ناقص B تربيع. إذن 2 ناقص الجذر التربيعي لخمسة ضرب 2 زائد الجذر التربيعي لخمسة تساوي 2 تربيع أي 4. دعوني أكتب بهذه الطريقة، تساوي 2 تربيع ناقص الجذر التربيعي لخمسة تربيع ويساوي 5. إذن المعادلة كلها عبارة عن 4 ناقص 5 أو ناقص 1. فإذا ضربت أو إذا أدركت ميزة اختلاف المربعات أو حللت المربعات إلى عواملها كيفما شئت أن تسميها، بالتالي ستستطيع جعل المقام نسبيا. لنقم بهذا. إذا كان لدي، دعوني أعيد كتابة المسألة، 12 على 2 ناقص الجذر التربيعي لخمسة، في هذه الحالة قمت بضرب البسط والمقام ب2 زائد الجذر التربيعي لخمسة مقسوما على 2 زائد الجذر التربيعي لخمسة مرة أخرى، فأنا أضرب العدد ب1، بالتالي لا أغير من قيمة العدد، كل ما أغيره هو تمثيل العدد. إذن البسط يصبح 12 ضرب 2 أي 24 زائد 12 ضرب الجذر التربيعي لخمسة، كل هذا مقسوما على مرة أخرى، هذا يشبه تحليل اختلاف المربع إلى عوامله، هو يساوي 2 تربيع أي هي تساوي هذه أي 4 ناقص 1، أو يمكننا 4 ناقص 5، إنها 2 تربيع ناقص مربع الجذر التربيعي لخمسة، إذن 4 ناقص 5، أو يمكن أن نكتبها ناقص 1، ناقص 1، أو يمكن أن نضع 1 هنا ونضع الإشارة السالبة أمامها، ومن ثم لا يوجد شيء يدفعنا أن نضع 1 في المقام. يمكن أن نقول أن هذا يساوي ناقص 24 ناقص 12 الجذر التربيعي لخمسة. إذن في هذه الحالة اتبعنا هذا الأسلوب حتى نقوم بالتبسيط، وليس من أجل جعل العدد نسبي، وهذا ما جعلها تبدو أفضل. وكما تعلمون من الأفضل أن أنوه لهذا منذ البداية لأنه لم يكن واضحا، فإذا كنت أنا وأنتم نحاول صناعة صاروخ وقد حصلتم على هذه الإجابة وأنا حصلت على هذه الإجابة، فلن يكون هذا واضحا على الأقل بالنسبة لي عندما أنظر إليه وراء إلى أنه نفس الإجابة. لكن إذا اتفقنا على أن نجعل المقامات نسبية دائما فسوف رائع، لقد حصلنا على نفس العدد، والآن نحن جاهزون لنرسل الصاروخ إلى المريخ. فهنا نقوم بحل مثال آخر. لنحل مثال آخر هنا، لنفترض أن لدي لنرى، دعونا نقوم بحل المثال يحتوي على متغيرات. لنفترض أنه 5y على 2 على 2 ضرب الجذر التربيعي لy ناقص 5.
إذن علينا اتباع نفس الأسلوب، فلدينا معادلة ذات حدين تحتوي على مقام غير نسبي، ويجب أن نجعله نسبيا، ولا نعلم ما هي قيمة y، لكنها يمكن أن تأخذ أي قيمة، بالتالي يمكن أن تكون غير نسبية، ونحن لا نريد جذور في المقام، فكم ستساوي؟ حسنا، دعونا نضرب البسط والمقام باثنان الجذر التربيعي ل y زائد 5 على 2 الجذر التربيعي ل y زائد 5، وهذا يساوي 1. لم أقم بتغيير العدد بل قمت بضربه بواحد. لنبدأ إذن بالمقام، كم سيساوي المقام؟ المقام سيساوي مربع هذه القيمة، مرة أخرى فرق المربع، أي سيكون 2 الجذر التربيعي لواي الكل تربيع ناقص 5 تربيع. فإذا حللناها لعواملها سنحصل على 2 الجذر التربيعي لواي زائد 5 ضرب 2 الجذر التربيعي لواي ناقص 5، هذا فرق مربعات. ومن ثم البسط هو 5 واي ضرب 2 الجذر التربيعي لواي، ويساوي 10، يساوي 10. هذه واي للقوة 1، وهذه واي للقوة نصف، فيمكن أن نكتب y الجذر التربيعي ل y 10 y الجذر التربيعي ل y، أو يمكن كتابته كالتالي y للقوة 3 على 2 أو كيفما شئت. وأخيرا 5 y ضرب 5 يساوي 25 y، ويمكن تبسيط هذه أكثر. إذن كم سيساوي المقام؟ سيكون لدينا 2 تربيع أي 4، والجذر التربيعي لواي تربيع يساوي واي، أليس كذلك؟ 4 واي، ومن ثم ناقص 25، والبسط هو يمكننا كتابة هذا، يمكن كتابة هذا، يمكن أن نبقيه بالصورة التي كتبناها هنا، ويمكن أن نخرج العامل المشترك y. هذه هي جميع الصور الممكن التي نخرج بها، لكن حتى نبقي الأشياء بسيطة يمكننا أن نتركه 10، دعوني أكتبها بصورة مختلفة، يمكن كتابتها بصورة y للقوة 1 وهذه y للقوة نصف، ويمكن أيضا أن أكتبها y للقوة 3 على 2 إذا ردت ذلك، أو حتى بصورة y للقوة 1 ونصف، أو يمكن أن أكتبها 10 y ضرب الجذر التربيعي ل y، وجميع هذه الصور متساوية، زائد 25 واي زائد 25 واي. على أي حال، أتمنى أنكم قد وجدتم تحويل المقام لعدد نسبي ممتعاً.